وسط انتشار أمني كثيف، تجمع الآلاف من طلبة مختلف الجامعات الجزائرية، حيث تمكن حشود المتظاهرين من اختراق الحواجز الأمنية لقوات مكافحة الشغب للتظاهر والسير عبر مختلف الشوارع الرئيسية في مشهد لم تألفه العاصمة منذ سنوات. نريد أن نكون طلبة أحرار، نريد ونريد ونريد. ما هي الإمكانيات التي وفرتها السلطة لإنجاح هذا النظام، حتى النظام الكلاسيكي؟ ما هي الأجهزة التي قدمتها الدولة؟ هذا انتصار للطلبة الجزائريين، اللي وين منعتنا السلطات الجزائرية باش نظهروا سلميين. هنا الطلبة راهم وراو لهم باللي جزائريين سلميين، ما همش تاع العنف. بعد حظر المسيرات في العاصمة، تمكن أخيرا الطلبة من كسر هذا الحظر بالسير من البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية باتجاه قصر الرئاسة لرفع مطالبهم. المتظاهرون طالبوا بإلغاء النظام الجديد للشهادات الأكاديمية، ونددوا بما يصفونه سوء تسيير الجامعات، كما طالبوا بإقالة وزير التعليم العالي، وعبروا عن غضبهم لرفض السلطات الاستماع إلى مطالبهم. ثروة تاع الجزائر كاع كلاوها هما، كلاوها كاع، ما يسمعوا للزيتيديون، ما يسمعوا للشعبي، ما يسمعوا حتى الواحد. نخرجوا اوني دي شومير. إذا ما يقدرش الوزارة نتاعو يستقيل، لا ما يقدرش يحل مشاكل. المسيرة التي أرادها المنظمون سلمية تحولت عند وصول المتظاهرين إلى مقربة من مقر الرئاسة، تحولت إلى مشادات عنيفة مع قوة الأمن التي منعت الطلاب من التقدم. وحسب المنظمين سجلت إصابة نحو 30 طالبا وجرح عناصر من الشرطة، لتعمد قوة الأمن بعد ذلك إلى تفريق المتظاهرين بالقوة. محمد جرادة، الحرة، الجزائر.